السلام عليكم الغزالة، ترجع لكم مرة تانية. إن شاء الله هذه المرة ماشي من المطبخ وماشي فيديو ديال الطبخ. هذه المرة بغيت نعمل لكم واحد الوصفة اللي هي رائعة، ديال تليق للشعر. هذه الوصفة ممكن تستعمليها انت، ممكن تستعمليها لبنتك، يعني غادا تغنيك نهائيا على السشوار وعلى زحمة الصالونات نهار العيد. وايضا غادا تعتمديها، يعني غادا تولي عندك بحال كديري البروتين او الكرياتين كما كنقولوا للشعر. احنا كنعرفوا ان الكرياتين يعني كيدمر الشعر وكيدمر يعني ديك الثقبه ديال الشعر. انا واحده من الناس اللي مجرباه، يعني دمروا لي الصراحه. كنت عملته يعني من زمان، مش حال هادي شي 4 سنين ولا 5 سنين كنت درته، دمر لي شعري يعني لباقي لدابا كنعاني منه للاسف. خلى لي شعري كيطيح. فما نطولش عليكم، كما كتشوفوا الفيديو راه قصير جدا. غير بغيت نشارك معكم هذه الوصفه، كنت بغيت نديرها لان هذه الوصفه هي اللي خلت لي شعري صراحه يرجع بعد ما دمرته بالكرياتين. فالمهم بالنسبه للوصفه كما كتشوفوا، فانا غادي نحتاج واحد صفار بيضه بالنسبه لشعرها ناشف، يعني اللي شعرها جاف جدا. وإذا كان الشعر ديالك دهني غديري الصفار والبياض بجوج. اما الا كان شعرك ناشف كديري الصفار فقط، لانه كما كنعرفوا حنا الصفار ديال البيض كيخلي الشعر دهني وكيخليه هكذايا ميدم، كما كنقولوا حنا يعني ميدم بالعربيه اولا بالدارجه. فكنحرك هاد البيضه، كنجي كنضيف معها قليل من زيت الزيتون، وكنضيف معها المايونيز اللي هو معروف يعني انه كيخلي الشعر يعني ناعم وكيخلي هكذا يعني ميدم، لانه هو حتى هو فيه البيض وفيه مكونات ثانيه. فهاد الوصفه هذه كنحركها مزيان، يعني هاد الخليط انا كما كتشوفوا داير لكم كميه صغيره فقط، ما غاديش ندير شعري كله، انما غير بغيت نشاركها معاكم باش تستافدوا منها وتجربوها، ويعني تكونوا هكذا متانقين اولا ديروا حتى لبنياتكم يعني نهار العيد. وحرام داك السشوار عليهم، انا اجبد يا ما تجبد. فدير لهم هاد الوصفه كتجي غساله وكتخلي الشعر زوين. فبعد ملي كنخلطوا هاد يعني هاد الخليط ديالنا كنديروا على الشعر هكذا بحال خصله بخصله، بحال كنديروا كما كنا زمان كنديروا الترطيبه هكذا خصله بخصله. المهم كندهنوا بها الشعر كله مزيان، بعد ذلك كنغطيو وكنخليو من ساعتين هكذا حتى لساعه، يعني على قد ما تخليو على قد ما كيبقى ما كيدي كيعطي واحد المفعول مزيان. بالنسبة لهاد الوصفة اللي غي سولني عليها، فهاد الوصفة هذه كنديروها مرتين في الأسبوع، كنتمنى تداوموا عليها لأنها غزالة. وإن شاء الله إلا عجبتكم هذه، عندي وصفات كثيرة ولكن أنا ما عارفاش يعني واش تبغيو نزل لكم بحال هاد الوصفات، يعني ديال البشرة ديال الوجه ديال اليدين وداك الشيء. فخلوها لي في التعليقات لتحت الا كان كيعجبكم بحال هذا الشيء، نبقى دائما نزلو لكم. المهم هذه الوصفه راها مجربه 100% وانا كنديرها دائما، يعني راه ما نزلتهاش لكم حتى بعد راه من سنتين وانا كنستعمل هذه الوصفه للشعر ديالي. والحمد لله يعني بدا كيتحسن شويه من بعد ما كما قلت لكم كان مدمر، يعني واش كيطيح 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 بواحد يعني بواحد الطريقه ما عرفتش. فالمهم يعني حاولوا تجنبوا هذوك الكرياتين البروتين اي حاجه، لانه كيقول لك ما فيش هاد الماده راه فيه مواد وكيدمر ومسرطن يعني. فخليكم تجهوا المواد الطبيعيه. فكنتمنى تجربوا هاد الوصفه لكم ولبنياتكم، يعني راه ما فيها حتى شي حاجه مضره نهائيا، بيض زيت العود وشويه ديال المايونيز ما فيها حتى شي حاجه مضره نهائيا. من بعد كتغسلوه بالشامبو وكديروا البلسم غير باش يحيد منه ديك الريحه، صافي. ودوروا باتشا راه معروفه في المغرب، يعني دور باتشو غادي تشوفوا الشعر كيفاش غادي يعني غيجي هكذا كيولي مسبسب. ممكن هكذا غير تنشفوا شويه بالشوشوار، بلاش عليكم من داك الشوشوار سخون. وكنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، ونتمنى تجربوا هاد الوصفه ليكم بنياتكم، وتخلوا لي التعليق ديالكم تحت وتعملوا شير وتعملوا لايك باش ان شاء الله القناه ديالنا تزيد تكبر وتكبر. ونقول لكم نشوفكم فيديو تاني ان شاء الله غدا. انتظروا الفيديو ديال غدا، متاكده انه غادي يعجبكم ان شاء الله. نقول لكم مع السلامه وتصبحوا على خير.